بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله معاكم محمد الجرحي، أول حلقات الكرة مع محمد الجرحي. هنتكلم كل حاجة في الكرة عالمية ومحلية، هنشرح كل حاجة، عن معلومات إن شاء الله بإذن الله أعرف أوصل لكم معلومة. وفضلا وليس أمرا حضرتك ممكن تضغط لايك أو تشارك في القناة أو تضغط أو تفعل الجرس إن شاء الله، عشان إن شاء الله بإذن الله الفيديوهات كلها توصل لحضرتك إن شاء الله بإذن الله. النهاردة أول حلقاتنا هتبقى شرح للعبة الفانتازي، اللعبة الافتراضية في الدوري الإنجليزي. اللعبة دي عبارة عن ان هم بتشارك في اللعبة من حساب جوجل، فيسبوك، تويتر. بتقدر ان انت من خلالها بعد ما تشارك في اللعبة بيدوك 100 مليون جنيه استرليني، بتبدأ ان انت تشتري بيهم لعيبة، 15 لعيب، 2 حراس مرمى، 5 مدافعين، 5 هاف اللي هو نص ملعب، 3 مهاجمين. اللعبة دي ببساطة لعبة افتراضية، بتاخد عليها سكورز، بتحقق سكور، بتقدر ان انت تاخد ترتيب على مستوى العالم. اللعبة دي مشارك فيها دلوقتي حوالي 10 مليون. اللعبة دي بتبدأ فيها ان شاء الله بإذن الله حارس مرمى كويس معاه حارس احتياطي، بتحط على البنش بره. بتشارك ب11 لاعب في الملعب، طبعا بعد الحارس 10. بتعمل الخطة اللي انت عايزها 3 4 3 او 3 5 2 او 3 او 4 4 2 زي ما انت عايز شارك فيها. طبعا المدافع وحارس المرمى لو طلعوا بكلين شيت اللي هو ما دخلش فيهم اهداف بياخد 6 نقط، زائد لو الحارس عمل مجموعه تصديات كويسه بياخد عليها برضو بونص نقط زياده. برضو المدافعين، المدافع اذا جاب جون بياخد نقط، يعني 6 نقط ان هو طلع بكلين شيت، 6 نقط لو جاب جون، 4 نقط لو عمل اسيست. خط النص طبعا 4 نقط او 6 نقط لو جاب صنع بياخد 4 نقط، لو جاب جون بياخد 6 نقط، المهاجم بياخد 6 نقط، 4 نقط برضو لو صنع. حاول على قد ما تقدر ان شاء الله باذن الله. اول نصيحه النهارده ان انت تاخد حارس مسمع، رامز ديل في ارسنال، حارس مانشستر سيتي، اندرسون، اليسون في ليفربول، فابينيسكي في ويست هام، دي خيا في مانشستر يونايتد. حراس كويسين جدا، حاول ان انت تحط برضو بعد ما تخلص تحط في الدفاع. الدفاع حاول ان هم يبقوا زهراء جنب، اللي هم الزهراء اللي هو بيكمل عشان يصنع اهداف باوفر او يجيب اهداف او يكمل في كورنر او كده. فما تاخدش مدافعين صرف زي فان دايك، زي ستونز في مانشستر سيتي. خد زهراء جنب زي روبرتسون، زي روبرتسون والكسندر ارنولد في ليفربول. خد زي برضو كانسيلو وستونز في مانشستر سيتي. خد اللي هم الزهراء جنب اللي هو يقدر يكمل لو خد كلين شيت، ويقدر يصنع لك اهداف لو طلع قدام. خط النص، خد الخط النص اللي هو يساعدك ان هو يصنع او يجيب اهداف. ما تاخدش اللي هو من بوكس لبوكس، اللي هو الرقم 6 اللي هو زي تشاكا في ارسنال، زي فابينو في ليفربول، زي رودري في مانشستر سيتي. ما تاخدش اللعيبه دي، حاول ان انت تاخد اللعيبه اللي هي بتقدر ان هي تصنع الفارق. عندك دي بروين، فودن، جيريليتش، محرز، برناردو في مانشستر سيتي، عندك صلاح، لويس، جوتا، فيرمينو في ليفربول. خد اللي هو سون في توتنهام، كان هداف الدوري السنه اللي فاتت على فكره. حاول في الهجوم ان انت تاخد من 5، خد منهم 3 على الاقل، يعني توني في برنتفورد، متروفيتش في فولهام، ودوس عليهم كويس وبيجيبوا اهداف. خد جيسوس برضو سعره كويس جدا في ارسنال وهداف. خد معاهم كين او هالاند، واحد من الاثنين دول، يعني الاثنين دول معليين عاليين جدا وبيصنعوا اهداف كتير جدا. يبقى خط النص يكون واحد من 3 لازم يكون موجود، لازم يكون موجود معاك سون صلاح، سون صلاح دي بروين، لازم يكون واحد فيهم معاك على الاقل. ستيرلينج برضو كويس، مارتينيلي، اوديجارد في ارسنال كويسين جدا، ساكا برضو في ارسنال كويس جدا. فاللعيبه ديت ان هي تقدر تصنع معاك الفارق، ان هي تقدر تساعد في الفوز وتجيب اهداف وتجيب لك نقط. يبقى ما تاخدش مدافع، وبرضو ما تاخدش مدافعين من نفس فرقه حارس المرمى، عشان خاطر لو دخل فيهم اهداف هيخسروا كتير. فحاول تاخد 3 مدافعين من فرقه مختلفه مع حارس مرمى من فرقه مختلفه عنهم خالص، عشان خاطر ان هم لو طلع فيهم حد بكلين شيت يجيب لك نقط كويسه. خط النص ما تاخدش حد من مدافع بوكس، هاب بوكس اللي هو الرقم 6، خد حد يصنع الفارق. الهجوم الخمسه اللي انا قلت لحضرتك عليهم كده بكده اضمن لحضرتك ان شاء الله باذن الله ان انت تقدر تجيب نقط كويسه جدا وتعمل سكور كويس جدا وتاخد ترتيب ان شاء الله باذن الله تقدر ان انت تنافس بيه في اللعبه الافتراضيه اللي هي بتعدي حاليا، معديه حاليا 11 مليون على مستوى العالم. فان شاء الله باذن الله باذن الله يا رب اكون في التوكو بالمعلومات ديت. 100 مليون، 15 لاعب،
حارس مرمى، المدافعين يكونوا صغار جنب نص الملعب، يكونوا بيصنعوا الفارق مش مدافعين بوكس، مهاجمين من الخمسه اللي قلت لكم عليهم، توني، متروفيتش، جيسوس، كين، وطبعا حط الكابتنه طبعا على هالاند، حط الكابتنه على هالاند، حط الكابتنه على هالاند، لانه هيجيب لك اهداف كويسه جدا. يلا ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضراتكم جدا ان انتم استحملتوني، ويا رب اكون فدتكم. يلا سلام عليكم.